بدل ما اكل مصارينك ده انا حاكلك بالشبشب على وشك. ما تستبر ياض منك له، ابوك ابو العيله زمانه جاي وجايب معاه كل حاجه. هو فين ابويا ابو العيله دي؟ ايوه هو فين الجدع اللي اسمه ابو العيله دي؟ هو فين عم ابو العيله ده؟ عم؟ حد يقول على ابوه عم؟ احترم نفسك يا علا، في حد يقول لابويا عم؟ هو فين الواد ده وريه؟ ايوه يا اختي قولوا له يا بابا بمناسبه ايه؟ ده الجعان ما بياكلش والعيان ما بيتعالجش واللي بيتعالج ما بيقومش واللي بينام ما بيحلمش. ياض استبر منك ليه؟ ابوك ابو العيله زمانه جاي وجايب معاه الخير كله. ما اللي بيصبر ما بينولش واللي بينول ما بيصبرش واللي بيستنى ما بياخدش واللي بيبيد ما بيولدش. والنبي لا دور فيك الدار والنبي لا اخنقك وهقتلك ونقطعك في ابو العيله. ابو العيله ابويا جاي ابويا جاي. عشان لازم نكون مع بعض عشان شايلانا نفس الارض عشان بكره اللي مستني ومش عايز يفرق. جبت لكم الغموز يا ولاد لما عم الحاج يعدي كله يوقف لعبي يهدي والبلي اللي في جيبي ولا السن تقيبي ولا والسبع بلاطات ولما بنحرق. عود يا ولاد الغموز جه اتاخرك بس يابا كنت بحفظ في الاغنيه. جبت العيش يا بنتي يا فاطمي؟ ايوه يا ابو العيله اهو. وانا جبت لكم الغموز صبور صبور وجبتيه من المخبز الالي؟ لا يا اخويا استلفته. جدع يا بنتي جدع المهم الصرافي. ايوه اهو الغموز جاي صبور صبور اهو 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 حته جبنه مسلسلات لحقت اخر حلقه بالعافيه. اهو خدوا يا عيال انا مش عايز حد يبات من غير عاشة. ايه كله لازم ياكل لازم تتغذوا. تاخدي حته يا بنتي يا فطني؟ لا يا اخويا انت شقيان بالهنا والشفا. ايه ما برضك لازم تاخدي حتي. لا يا اخويا قوي نفسك انت بالهنا والشفا. يا بنت البتاعه الكبيره دي هاكلها انا لوحدي يعني؟ معلش يا اخويا بالهنا والشفا. معلش يا فطني خدي حتي يلا. لا يا اخويا بالهنا والشفا. حد ياخد الكفر يا عيال؟ ايوه يابا ايوه انا باكل كفرات يابا. كل يا ولد كل يا ولد ما حدش يبات من غير عاش. ايوه يا شيخ الغفر. ايوه يا شيخ الغفر. امنت المكان كويس؟ ايوه ما انا هروح امنه اهو. جناب العمده على وصول يا شيخ الغفر. تمام امن لي الواد ده خد يلا. امن تمام يا فندم امن كل الامن مستتب يا فندم. اتفضل يا جناب العمده. السلام عليكم. يا حظ ظابط كل حاجه تمام؟ كله تمام يا عمده. بقول لك ايه؟ اتفضل. هو السحر والاراجوز بدا ولا لسه؟ لا لسه بدري. شاكرين قوي يا حظ ظابط. على اذنك يا عمده. الف الف شكر. عارفه لو كنت اتاخرتيني على السحر والاراجوز كنت عملت فيك ايه؟ ما انت اللي مستخسر تجيب لي حمار اركبه وانا جاي. ما اخر حمار ركبتيه لزق في الاسفلت. جينا نطلع الحمار الحمار مرضيش وناطق قال مش هطلع وهشتغل مطب صناعي ارحم. يا حلاوه يا اولاد العمده فهم الحمار والحمار فهمه. ايوه اذا كنت فاهمك انت مش هفهم الحمار. اهدي اهدي. ايه بقول لك ايه يا غفير طارق؟ ايه من الكنتالوبايه الحلوه اللي قاعده جرب العيله دي هناك دي؟ ايوه دي فاطمه مرت ابو العيله وحداها عيال يامي. دي قشطه وعسل ومربى يا علي. بقول لك يا علي ايه؟ هي متجوزاها من قد ايه؟ يجي من 30 سنه كيدي. كفايه عليه كيدي. انا قلت كده برضه. ايوه
يابا عاملين يابا عاملين دخلت الاكل كله. ايه يا عيال اصبروا اصبروا، تخيلي معايا كده يا بنت يا فاطمه حته الجبنه المسلسلات اللي انتوا كلتوها لوحديكوا دي، لو هي حته بطي ولا وزي كنت عملت فيها ايه يا بنت؟ يا سلام يا ابو العيله، ده انا كنت اديتك حته قد كده واديت كل عين من العيال ان تقعدوا الحته واني خدت فتفوته. طبعا لو البطه معاكي كنت لهطيها برشي. هو البط بيتاكل؟ ايوه البط بيتاكل، امال بيتعمل بيه ايه؟ البط يقوم فرحان من النوم يغطس ويعوم هوبا يشد ونونو بطه وصوصه وشطه. بس عيب كده، احترمي وزنك عيب. يابا ده ايه يا عيال؟ هو كل حاجه غذاء المعده، في زي ما في غذاء للمعده في غذاء للروح اللي هو الانترتينمنت. ايوه الانترتينمنت، عشان كده انا جايبكم النهارده هنا في الساحي عشان تتفرجوا على الساحر والاراجوز والحاجات الحلوه. صلي على رسول الله. الساحر جه الساحر جه الساحر جه. النهارده يا ساده معانا فقرات كتير، معانا حاجات عظيمه هتشوفوها كلها، مع اول فقره فقره الساحر. الساحر جاي الساحر جاي يا صحراء الساحر جاي. الساحر جاي الساحر جاي يا صحراء الساحر جاي. الساحر ده يا جماعة عمل كل حاجة، اللي يتعمل واللي ما يتعملش. دلوقتي مع الساحر العظيم عم عبد الرحمن بشكا. لو سمحتوا الموبايلات سايلنت، واللي بيخاف يروح. انا لما كنت صغير كنت بخاف، كنت بتكل على الله واروح، واترميت 20 سنة زي الكلب في الصحراء لحد ما بقيت ساحر تخين يعتمد عليه زي ما انتوا شايفين كده. 20 سنة في الصحراء عشان تبقى ساحر؟ ايوه. كويس انك ما ترميتش 20 سنة في الغابة. ليه؟ كنت هتبقى غبي. شكرا يا حاج ابو العلا. ايه ده؟ عارف ان انا ابو العيلي؟ ده ساحر يا عيال، ده ساحر بجد. ركزوا معايا يا جماعه في اللعبه اللي جايه دي، سخن الدنيا ما تبقاش متنبل كده. ها سخن الدنيا. اللعبه دي اسمها سسبنس. يلا اللعبه دي اسمها الكره المخفيه. الكره اللي ظاهره قدامكم دي يا جماعه وكلنا شايفينها دلوقتي، في ثانيه هتكون مختفيه ومش هتشوفوها. ركزوا معايا. تمبل. الكرة في بقك. لا ده درسي. لا والله ما درسك، دي الكرة. ده درسي بيوجعني. والله الكرة هي، انا شايفها. الكرة هي يا جماعة. ايه ما طلعها من بقه. يالا السناحة اللي انت فيها دي يالا. انت سنيح يالا؟ ايوه. شغال معايا ولا معاهم يا؟ ركز معايا هنا بدل ما اوقفك جنبيهم. خلاص. اللعبه اللي جايه يا جماعه لعبه من اخطر الالعاب واحبها الى قلبي، لعبه القفص والحمام. تمام؟ زي ما احنا شايفين القفص اهو فاضي، هتتحط عليه الملايه، هتتشد في ثانيه واحده هتلاقي كميه حمامه مش هتتخيلها يا حاج ابو العيله. الله يخليك. ركزوا معايا يا جماعة. سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر، أنا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر؟ إيه شر أهو، فين؟ في الحمام. هو في حمام بيقعد لحد الغروب يا حاج أبو العيلة؟ يعني إيه مفيش حمام؟ الحمام كله في الغية دلوقتي. لا مفيش حمام. اجيب لك حاجه تانية؟ يعني ممكن تجيب لي ايه؟ اجيب لك كباب وكفته ورز وبسله وكده يعني. دعابي؟ لا. بيقول دعابي. يعني عشان الجو ما يقفش. ساحر وكوميدي. عشان الجو ما يقفش معانا يا جماعه، ركزوا معايا. اللعبه اللي جايه دي لعبه تحفه. هات يا ابن اللعبه. اكلت الحمامه يا تعشب بيه؟ تعشب بيها.
أنا بنذرك أنا، أنا كل لك أنا، وهكهربك أنا. ما خلاص يا ست مهاده يا حناوي. تمام، أنا هوريك على سنحتك دي. اللعبة دي يا جماعة لعبة السكينة لا تؤذي مؤمن. ممكن تأذي كوك دور؟ الله عليك يا مدينة كمان. اللي تشوفه حاجة أبو العيلة حضرتك بتسخر مني من الصبح. تمام. السكينة دي عرفتني ان انا قد ايه عبد مؤمن ومش هيحصل لي حاجة حتى لو نطيت من الدور العشرين. ركزوا معايا يا جماعة. ساسبنس. السكينة دي سوستة اهي ما بتموتش. ايه يالا انت معجون من سماجة يالا؟ انت سامج ليه النهاردة؟ في ايه؟ هي اللعب مش شغالة ليه؟ ماليش دعوة. تمام، ركز معايا بقى. بسم الله. اللعبة اللي جاية دي اسمها لعبة الساعة المخفية. ممكن يا حاج ابو العيلة تساعدنا في اللعبة دي وتبقى قدمت فقرة معانا نستعين بساعتك؟ بساعة تاني؟ ايوه. إيه انا لو معايا ساعة ما كنتش جاي. ايوه يعني ايه؟ يعني معيش الوحيد اللي معاه ساعة في الكفر كله جناب العمدة. العمدة ده؟ ايه؟ بعد اذن جناب العمدة الجميل ممكن نستعين بساعتك؟ ايوه ساعة ومش أي ساعة. بس هتعمل فيها ايه؟ أنا هخفيها لك. هتخفيها؟ إن شاء الله. طب بقول لك ايه؟ ما تاخد مراتي تخفيها. أنا آخري 80 كيلو في الخفي يا عمدة. ماشي، وإحنا نبقى ناكل الباقي. تمام. ركزوا يا جماعة في اللعبة اللي جاية دي. الساعة اهي بتاعة العمدة واخدها من ايده، مفيش اي حاجة بايظة فيها. بسم الله. ساعة العمدة باظت، ساعة العمدة باظت، ساعة العمدة باظت. لا 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 ما باظتش، هو السحر في الاول كده بيكسرها لكن اخر اللعبة بيطلعها سليمة. لا اللي اتكسر عمره ما بيتصلح. وده يعلمنا ان احنا ما نديش حاجتنا ابدا لحد غريب. معلش معلش يا عمدي، ما تزعلش نفسك فداك. يا ترى الساعه كام دلوقتي؟ دلوقتي يا جماعه هنلم منكم شبه تبرعات عشان نقدر نكمل جولاتنا بقيه انحاء العالم. معلش انا في العربي ضعيف رغم ان الساعه، بس احنا استمتعنا يعني. جنيه بحلو يا ساح. شكرا يا جناب العمدة. العمدة بعت لنا جنيه يا عيال. ايه وانا شغال دليفري؟ مش العمدة قال لك اديه لابو العيني؟ لا ما قاليش اديه لابو العيني، ده حقي وعرق اللي تعبت بيه هنا. عرقك انت تخين فبتعرق عادي. يا سلام. طب ويعني انت عملت ايه؟ طب ما هو، طب ما انا ساحر ولا لا يا عيال؟ مش انا بقعد اسحر لكم في البيت؟ طب ما هو اوريك حتي. اتفضل. بص اعملوا لي سامبينس. ايوه ايه اللي حصل؟ وانت كان ايه اللي حصل؟ متشكرين جدا يا حاج ابو العيله، ونتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم حاجات ظريفه تبسطوا بيها. شكرا يا جماعه. شكرا. يلا يا ساحر. يلا يا ساحر يا فاشل. يا ساحر يا فاشل. عجبكم السحر يا اولاد؟ لا يا عجبناش. يا عيال اصبروا يا عيال اصبروا، انت مفيش حاجه عجبك ابدا. دلوقتي الاراجوز يجي وهيمنجهني. اما الان مع الفقره الكوميديه، الفقره اللي كل الناس بتستناها. الفقره دي يا جماعه لفت كل حته. الفقره الكوميديه الاراجوز. الاراجوز شجره فيهم. وقفه تترجصي للاراجوز.
طب ما بتترقصي ليش اني لا؟ هو انت خطيبي؟ طب هو حبيبي؟ هو انت خطيبه؟ حبتكم سحليا انتوا الجزء قدامي يا بنت انتي. انا جوز زمن اطرف في المليان. اما انت صحيح راجل حيوان كذا 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 مفهوم كذا 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 معلوم. اه 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 دق التيران على ببال المنظرة. اي جاية هي 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 شيخ التيران مع بندقية معمرة. تربت تربت يا بت يا بت بالقوة يا سلام يا سلام. ده ما اتخلقش اللي قدر يغلب مرة. تعالي لي يا بط وانا وانا مالي ايه قلبي فيه شط وانا وانا مالي ايه. تعالي لي يا جط وانا وانا مالي ايه. ده انا جاتلي زغط وانا وانا مالي ايه. الأرجل الأرجل يا راجل. يا عم مش هيرد عليك ده اخرس. اخرس ازاي يا عم كان لسه عمال بيغني. لا دي تمثيل الممثل يعمل اي دور. يعني هو اخرس اما يجي يمثل يكلم. طب سلام عليك. سلام عليكم في دور. سلام عليكم يابا. ايه دي ايه دي؟ ده ازاي دي؟ ده غريب. فيه ايه؟ ده مجنون. مجنون يا عيالي معاي. انا جبت لك وشك طرنشار. انت انا؟ مين؟ فيلم؟ من كلمتين. الاولانية رشة والتانية رشة جريئة؟ مش هو. مش هو ده ابو العيلي. ده انا ابو العيلي بيقول لك اسمه ايه؟ مش هو يا مش هو. ايه دي مسرحيه مسطره شاليمون ست كوم ست كوم في الانجليزي لبلب. دي مساعد اراجوز اهبل راجل ست اتنين ستات ثلاث ستات أربع ستات أخيرنا خمس ستات. ست ستات راجل وست ستات. لا مش هو ده التاني اسمه سامح حسين. لا مش هو مش هو ياد مش هو. برنامج يوم الاثنين على الحياة. انت جاي تحقد ولا ايه؟ ايه ما احنا كنا قاعدين. ايه الحق يا عم سليمان ايه الحق؟ ليه يا ابني كده بس؟ ده احنا لينا ثلاث سنين قاعدين في البيت. ده احنا ما صدقنا يا ابني. ده سليمان جاله قرح فراش من القعده. اي والله قعدنا ما صدقنا. ايه؟ طب شوف مين اللي هيقبضك. يا عم اتكل على الله. مع السلامة يا راجل. مع السلامة تمثيل. وعليكم السلام. عجبكم الأراجوز يا ولاد؟ لا يابا ما عجبناش. يابا يعجبنا ازاي؟ حرام عليك يابا. أنا سباعي بدوحس بقاله سبع سنين ونفسي في لحسة مرهم طرميسين. ياب لحسة طرميسين ايه؟ انت تنزل على الغيط وتحط صباعك دي في حتة طين مع حتة جلة مع حتة سباخ وتسيبه قد بتاع خمس ست سبع سنين. هو هيقع لوحده ولما يقع ما تشتكيش منه. حاضر يا ابو حاضر. وانا يا ابو وانا الفسافيس كلت وشي وانت مش عايزني اروح الوحدة الصحية. ايه ما هو كله من كيسبك كله من كيسبك. الفسافيس كلت وشي يابا الفسافيس كلت وشي يابا. اما الوش مين دي؟ بطل كذب بقى. ايه يا
بابا بقى. يعني ايه؟ انا فاهم حاجه انا. يا ابو العيل يا ابو العيل خلي بالك من العيال شويه وفك ايدك حبتين، وبعدين الفلوس اللي بتجيلك من القناية محدش يعرف عنها حاجه. جرى ايه يا فاطمه؟ ما اللي بيجيلي من القناية مع اللي بيجيلي من السياحي بصرفهم عليكوا، وانتوا اللي كل يوم بتزيدوا. اقول لك صباح الخير يا فاطمه تحبالي، اقول لك مساء الخير يا فاطمه توليدي. معقوله يا فاطمه؟ وانا اعمل لك ايه يا اخوي؟ وبعدين ما العيال عزوه. لا عزوه ايه؟ ده عيال ما بيتمرش فيهم حاجه ابدا. انا هتكل على الله انا ماشي. استنى يا بابا. العيال دي عملت لهم ايه؟ وعلى يدك وجبت لهم اسمه ايه دي؟ وايه؟ وهي ايه؟ طيب. يا ابو العيال استنى بس، انت بتقول ايه؟ فهمتوا حاجه من اللي ابوكوا قاله؟ اه كده على طول ابوكم ده يكروتني. لو كروتنا ما يحكمش. ولو حكم ما يكروتش. وعلى راي المثل ما تيجوا نشوف. يا شباب العمده. انت فين يا شيخ حسن؟ العمده. يا شيخ حسن انت فين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه يا شيخ حسان؟ اتأخرت ليه؟ معلش يا عمدة، انت عارفني احب اطول في خطبة الجمعة. بس النهاردة التلات. ايه ايه؟ هما ليه المظاهرات والمليونيات اللي جايبينها في التلفزيون دي؟ هي مش المظاهرات دي يوم الجمعي؟ ايوه بتبقى يوم الجمعة. اه يبقى الجزيرة بتعيد مظاهرات قديمة. سيبك من الموضوع ده. روح لولاد ابو العيلة وقول لهم هما متضايقين منه ليه. يا سلام، ده انت تأمرنا. خليهم يجوا لي عايزهم. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا عيال ابو العلي؟ وانت مالك انت؟ ازيك يا دي يا طه؟ خد تعالى هنا. عايز ايه؟ يا رب تكون سمعت كلامي وسبتك من السكة البطالة اللي انت ماشي فيه. بقول لك ايه يا شيخ حسان؟ البت بهاني جات لي امبارح وقعدت تهويني، وقعدت تعمل لي بالجلابية كده، وقالت لي خد مفتاح الشقة وتعالى. أعوذ بالله، وأنت عملت إيه؟ أنا طبعًا سمعت نصيحتك وقلت لها لا مش جاي. يعني بهاني الفجرة اديتك مفتاح الشقة؟ أيوه. وأنت ما روحتش؟ أيوه، سمعت نصيحتك على طول. طب هات مفتاح الشقة دي وبقى خلي نصيحتي تنفعك. يا راجل يا ضلالي. يا راجل ضلالي إيه؟ اتكلوا على الله، أنتوا هتنسوني أنا جاي ليه؟ خد يا دي انت هوش، انا بالعمده عايزكم. وده هيعوزنا فيه العمده ده روخر. طب والنبي ما احنا رايحين. لا تجادل ولا تناقش، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. استغفر الله العظيم، الراجل ده شكله طيب والايمان هيبظ من عينيه. وعلى راي المثل تعالوا نشوفه عايز ايه. اتفضلوا يا اولاد، اتفضل يا جناب العمده، بس خلي بالك من الواد القصير ده عشان شاقي حبتين. السلام عليكم. معلش يا احمد وبركات. تعال يا واد انت. نعم. ايه ولا مزعل الشيخ حسن ليه؟ انا ما جيتش جنبه. ما جيتش جنبه؟ طب انت ما بتروحش الكتاب ليه؟ كنت نايم. طب ما بتروحش صلاه الظهر ليه؟ كنت في النادي. طب ما روحتش المقرا اللي مع صلاه الظهر ليه؟ يا عم اسمي جورج. جورج؟ طب ما بتروحش الكنيسه ليه؟ انا اسمي كوهي. طب ما بتروحش المعبد ليه؟ في ايه؟ مالكم يا اولاد في ايه؟ انتوا متضايقين من ايه اصلا؟ ابو العيله دي تعبنا والله، ولا بيأكلني ولا بيشربني ولا بيعالجني ولا بيلبسني. اطمنوا، انا هأكلكم وهلبسكم وهنغنخكم كلكم يا غفير طارق. ايوه وزع المعلوم. حاضر. يلا بجيب. شو 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 ودي كمان. حيو 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 حيو. زيت ورز وسكر. وايه ده يا عمدي؟ دي لحمه يا ولد، انت عمرك ما شفتها ولا ايه؟ هنشوفها فين بس يا جناب العمدي؟ معايا هتشوفوا كل حاجة. ده أني هجلجلكم. طب الجمعة الجاية معرض للسلع المعمري. إيه؟ ادعوله ادعوله يا عمر بيت أبوه. وكمان ادعوله يا عمر بيت أبوه. نحن نحمل الخير للقارية كليه. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. أهو أهو يا حظاظ، مش دي تعتبر مخالفة؟ مخالفة إيه يا أبو العلا؟ الراجل صعبان عليه العيال وبيساعدهم. يساعدهم ليه؟ دول عيالي أني، أنا اللي مسؤول عنهم وأنا اللي أصرف عليهم. يصرف عليهم هو ليه؟ ما أنت لو كنت بتصرف عليهم كويس ما كانوش بصوا للزيت والسكر يا أبو العيلة. يعني أنت مش هتعمل لي حاجة يا حظابي؟ ما أقدرش أعمل لك حاجة يا أبو العيلة بعد إذنك. ماشي. تعالوا يا أولاد هأكلكوا أكلة حلوة قوي. خد يا أهل التوهوة هنا. تعال يا أهل التوهوة. جرايها جنب العوم. جرايها ابو العيل. انت مالك ومال العيال يا اخي؟ عايز اكلهم لقمه ترم عضموهم. انت مالك ومال عضموهم؟ انا باكلهم ومشربهم وكل حاجه. حد منكم محتاج حاجه يا عيال؟ ايوه محتاجين اهو. الحمد لله ما فيش حد محتاج حاجه. يعني الحق عليا اني عايز اكلهم؟ ايوه طبعا، مالكش دعوه بعيالي. عايز تاكلهم؟ ايوه اكلني معاهم. طلق يا ابو العيل. طلق يا ابو العيل. أطلق
دلوقتي؟ ايوه دلوقتي، يعني ناو ناو. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. معقوله اطلقك يا فاطمه؟ لا يا اخوي، لا انا مش هطلقها، جرأها جنب العمدي. انت ناس انني اول واحد في الكفر كله اتجوزت، انا صاحب اول ضربه زوجيه في الكفر كله. ايوه انا مش هطلق يا جنب العمدي، مش هطلق. فاكره يا فاطمه؟ فاكره لما انت والعيال لما كنت بتحبوني كنتوا بتغنوني وكنت بتقولولي ايه؟ ايوه فاكره يا اخوي، ودي ايام تتنسي؟ اخترنا اخترنا يوم ما زرع قلعنا معاه، اخترنا اخترنا يوم ما فرحنا كدنا معاه. لا يغطيني ولا يعديني ولا في مصلحة بيني وبيني إلا القرية وحب القرية، وبقولها برزقي على الله. طيب ما انا ياما استحملت النشاز بتاعكم ما قلتش حاجه. لا انا مش هطلق ابدا، مش هطلق، مش عشان، لا عشان فاطمه وعشان عيالي دول. يا عم احنا عيالك وبنقول لك امشي. بنقول لك ارحل. ارحل يا عم، ارحل 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 يعني امشي. هي اها يلي ما بتفهمش. هي اها لا مش هطلق برضه، يرضيك يا فاطمه؟ يا عيال عيب، ده برضك ابوكوا. ابوني ده احنا هنعصر على نفسنا لابوني. هو كل واحد يجي لنا شويه تقولوا عليه ابوني؟ احنا خلاص مالناش اب، وبعدين احنا حبينا العمده. وعلى راي المثل اكتر واحد بيصلي وحافظ كلام ربنا. هو مين ده يا ولد اللي حافظ كلام ربنا؟ انت يا جدام العمده. ايوه صح. استاذن انا بقى يا عمده. اتفضل يا حظاظ. بعد اذنك يا حظاظ. يعني انت يرضيك كده؟ يرضيك انني اطلق فاطمه غصب عني عشان العمده يتجوزها غصب عني؟ ابو العلا دي مسائل شخصيه ما تدخلنيش انا فيها. بعد اذنك يا عمده. اتفضل يا حظاظ، اتفضل، ما نجيلكش حاجه حلوه. اتفضل. ماشي يا حظاظ، انا مش هطلقك يا فاطمه. ايوه مش هطلقك، انا مش هطلقك ولا اسيب الدار دي ابدا. انا اتولدت هيني وعشت هيني وهموت هيني وهندفن هيني. تموت هنا وتندفن هيني؟ امال انا اتجوز فين؟ طبعا انا هتجوز هيني. امضي يا ابو العلا امضي. امضي 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 يعني ابصر. هي اها ياللي ما بتفهمش. هي اها امضي يعني ابصم ياللي ما بتفهمش. مش موزون، انتوا اي حاجه جايبينها من التحرير وخلاص. اخص عليكوا اخص بقى كده، تعملوا كده فيا وانا اللي فاكراكوا راضيين وحامدين؟ انا معاك يا قمر للصبح، سهرتنا صباحي. حامدين وصباحي مش مباشره دي. امضي يا ابو العلا امضي امضي. العمده ده مفتري، ده ممكن يجيب جمعيه انصار بيت العمده يرموا لك عبوه ناسفه في الزير يولعوا في الدار. لا يولعوا في الدار، انا مش هوافق ابدا اي نقطه دم تنزل في الدار، احنا لسه مسحيين. طب طلع يلا ارمي اليمين. حاضر فاطمه. ايوه يا ابو العلا. فاطمه. ايوه فاطمه. انت مستعجله ليه؟ ما تصبري فاطمه. انت طالق. طلاق مبارك ان شاء الله. يا دي المباشره. بقول لك يا جناب العمده، عايزك في كلمه سر. قول يا شيخ حسان. عايزين نلحق نمضى ابو العلي قبل ما يرجع في كلامه. انا ما برجعش في كلامه ابدا، الدور والباء على جنب العمدي اللي بيقول الحاجه ويرجع فيها على طول. ده انتوا هتشوفوا ايام سودي. الا مين ده ولا اللي بيقول الحاجه ويرجع فيها على طول؟ انت يا جنب العمدي. ايوه صح. ايوه طلع يا ابو العلي. واطيعوا الله واطيعوا الرسول. بس يا راجل يا اخنف بس. حاضر هطلع ابو العلي. هاني، تامر، هيثم، في اسامي كده تاني؟ مهند. مهند يا بتاع تركي. بقول لك يا جناب العمده، ايه؟ عشان تتجوز فاطمه لازم تطبق شرع الله وما تنساش العده. ايوه طبعا لازم اطبق شرع الله وما انساش العده. اتفضل ادي العده اهي.
إذا كان دي العدة فالدفاتر دفاترني والورق ورقني. مبروك يا أولاد، أبوك طلق. إيه يا نجف النور يا سيدي العرسان، يا سيدي العرسان يا قمر ومنور عالخلان، سيدي عالخلان. آه يا نجف، آه يا نجف، آه يا نجف، آه يا نجف حلو يا نجف. ما يا نجف النور يا سيدي العرسان. هروح اتاكد ان مفيش حد في الدار واجيلك على طول عشان عايز عايز بوسي. بوسي؟ عايز بوسي؟ بيقول لي هاتي بوسه يا ام ستي ويا دي الحسن، العمده فاكرها كوسه، اديله ولا ايه؟ اديله ولا انت بتسالي تديله ولا ايه؟ انت عايزه تديله ولا ايه؟ اللي جابك هنا يا ابو العيله؟ أنا جاي هرمي المونوتوف ده على العمدة وهولع فيه، هو جو يعني خلاكي تطلعي مني غصب عني يا فاطمة. والنبي ما تزعل يا أبو العيلة وما تعملش في روحك كده. خايفة علي؟ أيوة يا أخوي. خايفة علي؟ لا ما تخافيش، وأنا وحدي في المونوتوف هاخد بال، أنا اتعلمت من طلبة الجامعات. ماشي. ما تخافيش يا فاطمة. وأنت يا أخويا ما تخافش، والله ما هيلمس شعرة من راسي. أوعي يلمس شعرة من راسك يا فاطمة. ما تخافش. أيوة بس شعرك سهل اللمسة أهو يا بيت. لا يا اخويا والنبي ما تخاف. اوعي ليك يا فاطمه. العمده جه الدار. قولي له اخوي. اخويا ايه؟ ما هو عارفك. ايوه صح. طب الدار فين؟ الدار هنا. هنا ايوه يلا. ايوه الدار هنا، خد اهو. انا هالدار مكان طائر النهضه. ايه ماشي. حلو كده. لف الناحيه الثانيه. عايزه فاس ولا بروفايل يا اخويا؟ ارسع على اي بوز. طب اعملي لي لايك. هعمل لك اجنور. طب استنى لما اقول لك كومنت. اخيرا بقينا لوحدنا يا قمر، تعالي لي يا بطي. اصبر يا عمد الله. ايه اصبر دي؟ انا اقول لك تعالي لي يا بطي وانت تقولي لي واني مالي؟ هي زي الاراجوز كده ومراته الكركرياس. تعالي لي بقى يا بطي. يوم ما تستنى يا عمد، مستعجل على ايه؟ ايه دي؟ ايه اللي جاب صوره ابو العيله هنا؟ وايه يعني لما اجيب صورته هنا؟ ما انت شلتها من على كل حته، حتى من محطه مترو الانفاق. خليها هنا ذكرى للعيال. انا هسيبها عشان خاطرك انت بس يا فاطمه. ايوه هي صوره ابو العيله. ايه دي؟ الصوره بتبربش. لا يا اخويا بيتهيألك، هو في صوره بتبربش يا عمده. ايوه صح صح. ايه دي؟ الصوره بتطلع لسانها. يا اخويا بيتهيألك، هو في صوره بتطلع لسانها يا عمده. ايوه صح. ايه دي؟ دي الصورة بتكسر. هو في صورة بتكسر يا عمدي؟ ايوه عندك حق. الصورة بتكح. هو في صورة بتكح يا عمدي؟ ايوه صح، ما في صورة بتكح. بس الصورة دي بتتكلم ولا انا يعني اللي شربت كتير ولا ايه؟ دي فوتوشوب. فوتوشوب؟ الصورة زمان ما كانتش بتتكلم خالص. اه ما هو دي. ايوه بس كانت تشاور ساعات يعني وكده. تعالي لي بقى يا بطي. استنى يا عمدة. امال استنى. يا نهار اسود، دي حفيظة وده وقته؟ بقول لك افتح يا راجل. حاضر حاضر جاي. لا استنى يا عمدة، جاي ايه؟ استنى. لا 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 يا عمدة. افتح يا راجل يا ناقص. بالراحة يا عمدة الله. ههد عليك الباب؟ مش انا، دي الصورة. في ايه؟ عايزه ايه يا عزه؟ وده وقته؟ عايزه اتفرج. اتفرجي؟ اتفرجي ايه؟ روحي دلوقتي واني هعمل لك سدهاي. اقول لك اكني مش موجودي، اعتبرني صوري. اعتبرك صوره؟ ايه حكايه الصور؟ وانا هتجوز في استوديو ولا ايه؟ طب انا عايزاك يا عمدي. يعني حبكت؟ ايوه يا عمده حبكت. والليله الليله يا عمدي. طب روحي وانا جاي وراكي على طول. عارف يا عمدي لو ما جيتش هعمل ايه؟ تعملي ايه؟ اعمل الصح. ايه الصح يعني؟ هتعملي ايه؟ هنام وسطيكوا. لا لا هاجي هاجي وراكي على طول. يلا مع السلامه مع السلامه. حاسبي لا تتحشري في النفق اللي هناك دي. تعالي لي بقى يا بطي. لا استنى يا عمدي، ما تاخدنيش في دوكي. كانت عايزاك في ايه الست حفيظه؟ لا ابدا، دي كانت عايزاني احول لها بس رصيد على الطاير كده يعني.
ايه دي؟ دي ميز ديكو. اول مره اشوف صوره دي ميز ديكو. تعالي لي بقى يا بطل. خليك يا عمده مطرحك، انت لازم كده تفهم من اولها انا زي الشريك ما احبش الفريك. طب ماني كمان ما احبش الفريك. ايه امال بتحب ايه يا عم؟ انا احب الرز الابيض وعليه شويه ملوخيه وفرخه محمره كده معاهم. ايوه ما التواكل البلد كلها في بطنك اهو يا عم. لا دي مش بطني، دي مخده انا حطيتها يعني. عشان الشخصيه قالوا لي لازم تعمل عمده يبقى تحط كرش كده يعني. وانت بتسمع كلام اي حد يقول لك اي حاجه؟ ايوه بس مش عارف ليه عايز اهرش فيها على طول يعني. اهرشيني. دي اسهل. وانا هرش هنا فين بس يا صوري؟ والله انت اظرف من ابو العيله نفسه. والله صوره دمها خفيف. الله يخليك، انت قصدك شربت كتير. ايوه مالي عليك. فاكر الصوره بتكلمك؟ ايوه والله. انت اتفضل معانا. الله يخليك. ربنا يخليك، بعدين بدك اشوف شغلي. اتفضل. تعالي لي يا بط. استنى يا عمد الله استنى. يما يما حرام عليك، هنموت من الجوع ونفسينا ناكل. ده انا هاكلك بالشبشب على وشك. يما حرام عليكي بقى يما، صباعي المدوحه سقرب يخرم السقف. وانا الفسافيس خلاص بقت اكبر من وشي، وانا عايز جاز. وانا عايز اعرف ايه دي؟ يا ودي لحمه يا ولا لحمه، قولي لهم يمشوا مش وقته. لا يمشوا يروحوا فين؟ استنى ياد منك ليه وقولوا على طلباتكم طلب طلب والعمده هينفذها لكم. هو مش وعدكم بكده قبل ما يتجوزني؟ ايوه وعدتوه. إيه؟ طلباتكم ايه يا ولاد؟ مفيش شغل والبطاله زادت، ومفيش تعليم والجهل زاد، ومفيش جواز والتحرش زاد، ومفيش مانع لو قلت لي ايه دي؟ يا واد ما قلت لك لحمه يا ولا، زمانها عفنت في ايدك يا ولد. اطمنوا انا هحقق لكم طلباتكم كلها، في حتت كتيره في ارضنا فاضيه انا بعتها لناس تانية وهيدونا فلوس كتير ياما وهوزعها عليكم. ايوه كده يا جناب العمدي، ما تقولي له انا مالي ايه وتخلصي يا وليه، انت غريبه. ما تقولي ياما ده وانا مالي ايه؟ ابوس ايدك ياما، خلاص صباعي خلاص مش عارف اوديه فين. شايفه العيال اللي بتفهم؟ قولي لي بقى، هقول لك تعالي يا بطل، قولي لي مالي. تعالي لي يا بطل. استنى يا عمده الله استنى. عمدي جناب العمده الحجم يا جناب العمده. عايز ايه؟ عايز ايه يا غفير الغبر؟ ماني هقول لك اهو، في قله من ده السهائم حاصره مديريه الغفار وبتزجلها بالمليطوف والطوب. خليهم يزجلوها ونخلص من المديريه واللي فيها كلها. يلا يلا. ما انا عايز اقول لك يا جناب العمده ان دارك لازق في مديريه الغفار طوال، هيولعوا فيهم هم التنين. لا يولعوا في داري ليه؟ دي داري دي ممتلكات خاصه. ايوه خاصه، وفيها فهيبه مراتك خاصه برضه. فيها مراتي؟ ايوه. خليهم يولعوا فيها يا راجل، روح 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 يلا. طب المقر، المقر يا مولانا المقر. ايوه صحيح المقر. والمرشد السياحي. ايوه يلا بينا يلا يا جناب العمدة. واني مالي هي؟ طب بقول لك اسبقني واني جاي وراك بعد 7 سنين كده يعني. طب يا سيدنا، يا سيدنا العمدة، طب الجماعة هنعمل فيها ايه؟ لا كله الى الجماعة، انا ما اقدرش اكسر كلام الجماعة. ايوه بعد اذنك يا جماعة. يلا اطلع. ماشي ماشي. جرى ايه يا بنت فاطمة؟ جرى ايه؟ وانا مالي هي؟ وانا مالي هي بتتدلع عليها يا بنت يا فاطني؟ يا اخويا من اللي قال ماشي على طول؟ وانت بتسمعي كلامه ما بيقول الحاجه بيرجع فيها يا بنت. ما تزعلش يا اخويا. وحشني يا بنت يا فاطني. وانت كمان يا ابو العيله. ولا حد كان يقدر يقرب لك ولا يلمسك، العمده دي لو فكر هو حور. ايه ده؟ بتخونيني مع الصوري. انا مش صوري، انا ابو العيله جوزي وانت مالكش دعوه. انا كنت شاكك فيه من الاول، دي مراتي خلاص انت طلقتها. دي مراتي انت خليتنا طلاقها غصب عن. بقول لك دي مراتي. سي مراتي بقول لك سي مراتي. يا روح الروح مسكلني وبعد عن الشر يا عمري وغني له. شو اسمها القطه دي؟ فاطمه امني كليني. ابو العيله اتجوزها من 30 سنة، وبعد كده العمده اتجوزها ثاني وهو ضحك علينا واحنا عايزين نشيله. والله انا بريد. ها تتجوزها؟ لا انا ما اتجوز، انا اخذها حق انتفاع. ريح ايه اهدى. انا اخذها حق انتفاع. صلى على النبي. اهدى يا جاسمي. انا اخذها حق انتفاع. يا عم صلى على النبي واهدى، حرنان لي اهدى بس. كل حاجه هتيجي بالهداوه والله. جميله ده انت طيب. هتعطينا فلوس؟ اعطيكم فلوس كثير كثير. واحبك واودك واموت واموت فلك. لا اله الا قلبي عشانك تحمل تحمل هناك. لا اله ليالي تعدي. ايه يا ولاد ابو العيله؟ جرى ايه للدرجه دي؟ هانت عليكم امكم؟
اي حد تجيبوها عشان تجوزوها. الحقني يا حضره الضابط الحقني. ما تقلقيش يا ست فاطمه، طول ما انا موجود ومعايا اهل البلد الطيبين دول ما حدش هيقدر يقرب لك ابدا. مالك يا بنيامين؟ في ايه؟ انت ليه يا بنيامين كل لما بتسمع الاغنيه دي بالذات بتقعد تعيط؟ بصراحه يعني بصراحه ما بفهمش ولا كلمه منها. اغنيه ودلوقتي انت مقبوض عليك يا عزرا.